نزلنا وسألنا الناس في الشارع عن رأيهم في اللي بيعمله كابتن محمد حسام ميدو على تويتر، ودي كانت إجابتهم. هتعمل اجنور كونفيرم، هتسيب الاد ومش هتعمل حاجه. هعرف ان هي صفحه مزيفه. تخيل ان السوشيال ميديا كانت موجوده وقت ما انت جبت جونك في ريال مدريد، اول حاجه كنت هتكتبها ايه بعد الماتش؟ كنت هكتب ان انا فخور بالهدف، لان الجول اللي انا جبته في ريال مدريد ده كان في فريق انا بعتبره الاعظم اللي مثل ريال مدريد. انا بحب تويتر جدا، ان تويتر مستو ان انت بتقدر تجمع معلومات كتيره جدا في مجالات مختلفه. تخيل لو لسه بتلعب كوره بالوزن الحالي، تمام، تفتكر السوشيال ميديا كان هيتعامل مع الموضوع ازاي؟ كان هيتريق عليا طبعا، اكيد كانت هتبقى مصدر للسخريه. ايه ميدو بيعمله على تويتر؟ هو ميدو من الشعب المصري، فهو اي مصري لازما بيبقى عايش مع الاجواء اللي هي حاصله في مصر، فبالتالي من حقه ان هو يقول رايه. هو والله عادي جدا، مش مفيش مشاكل ما دام هو مهتم بتدريب تويتر، عادي مفيش مشاكل. هو عاجبني عشان يعني مش عاجبني عشان بيشتم، وعاجبني عشان هو زملكاوي يعني كده. لو ركز في التدريب وصح تربته في التدريب هيبقى من احسن المدربين في العالم العربي كله. فانا بشوف ان هو يعني يركز احسن في التدريب، لان تويتر مش هيضيف له، اللي هيضيف له عامل زي ابراهيم سعيد بالظبط كده، هما الاثنين طاقين على تويتر. يعني كل واحد ليه عنده وقت فراغ او عنده وقت محدد للتمرين او كده، عنده وقت تاني ان هو بيقعد يتابع او بيكتب، ده حريه شخصيه يعني مش اكتر. لو ميدو ما بين تويتر وما بين التدريب طبعا اختار تويتر. طبعا تويتر ما بيأثرش عليه، ومدرب واعد وهيجي منه يعني ليه مستقبل. افتكر اختار تويتر. لا هو اكيد مركز في شغله، هو عارف شغله كويس، وبره لا ناجحه وبتنشر على تويتر وبتتكلم براحتها عادي مفيش مشكله.